بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن متن مختصر يسمى متن القواعد الأربع. يعني عندنا قواعد أربع لابد نتعلمها. أولا، هذه القواعد الأربع في التوحيد. لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. خلقنا لنوحد الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. استقرار الأمن، الهداية، طمأنينة، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. نحن بحاجة إلى التوحيد أكثر من حاجتنا للطعام والشراب. ممكن أي واحد عندما يمشي في الشارع الآن يسأل بعض الناس: هل أنت موحد؟